والذين كفروا ينفصلون عن أسلحتهم وأسلحتهم فيميلون عليهم ملة واحدة ولا جناح عليهم إن كان بهم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تنسوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراد الله ولا تكن للقائلين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله